نعم استقبلته، نستقبل كل شخص، ما عنديش تعليمات باش نستقبل أي شخص، أي شخص يدخل ويجي باش يعاون مرحبا. استقبلته في المكتب الخاص تاعي، ماهوش حتى في قاعة الاستقبال. استقبلته قال لي عندي دواء علاج أو لقاح. قلت له مرحبا، هل هذا الدواء خضع للطريقة العلمية القانونية باش يستعمل عن الإنسان؟ قال لي عندي عيادة، عندي أطباء وطبيب، ذكر لي اسمه. قلت له سيدي عندك معهد باستور، تروح أو مش من صلاحياتي أنايا عن الخبر، راه عند معهد باستور. عطالو ورقتين على حسب المدير، احنا طلبنا منه ملف، ولازم ملف كبير، ولما يكون دواء جديد اولا يروح للابي لاستيتود لا بروتيكسيون اندستريال اللي هو نتاعو باش ما يستغلوش واحد اخر، هذا رزقه. ومن بعد يخضع الى سلسله كبيره، يمد الدواء ملف كبير، هذا الدواء باش صنعه، ما هي المواد الكيميائيه اللي لداخل، ما هو كل ما اجريت باش يكون. ومن بعد هذا الدواء يستعمل عند يستعمل في الخلايا خارج الجنس، خارج الاسلام، ويستعمل عند الحيوان، ومن بعد يعرفوا اذا ما فيهش اعراض، ومن بعد يستعمل، هذه تطلب على الاقل 10 ايام هالملفات، ومن بعد يستعمل عند الانسان، والانسانيين هذو هما اللي طالبين دي فولونتير، ويدخلوا تحت يخضعوا الطريقه الطبيه دقه، لان كل اذا عنده مرض القلب، عنده هذه، عنده كل يوم بيلان 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 بيلان، ومن بعد يكون عدد كبير، ومن بعد يدرس، ومن بعد يقترح عند اساتذه يفو كونفرونتي امام اشخاص اخرى. انا اذا عنده صحه، اذا ما عندوش، امس زدلت له موعد عند الانستيتيو باستور، ونفس الشيء قلنا له شكون هما الخبراء؟ قال لي عندي اون اورغانيزاسيون. قلت له اعطينا الخبراء، رجال العلم مع رجال العلم، اللي هو يقول هو يشرف على هذا يقول اورغانيزاسيون. كلمناه البارح ما عندوش الهاتف، قلنا له تكلم معاهم ونديرهم اتصال مع الخبراء.